السلام عليكم مرة أخرى. أثارني لهذه الوقفة واحد الباز، واحد لو غاباس، واحد الكاسر طوير هبط على شي ضحية، شي فريسة، ولكن طلعت نقلب عليه ما لقيتوش، ولكن لقيت منظر أجمل. أنا غادي ندير لكم البلاياج من اليسر لليمن، الجنوب ديال آسفي. أنا سيدي البحر، ها الموج، لا لا لا، راه الموجه تنديروا نزومي، كاينه شويه ضبابه ما غايبانش لكم كل شيء، راه واحد الفلوكه ليه ها الشمال، ونزومي وشويه ها هو الشمال نعمس. ويا سلام، شوف غادي نزيد واحد شويه لقبل كاع من هنا باش تبان سبحان الله مناظر جميله، مناظر جميله. انا على بعد 15 أو 20 كيلومتر جنوب آسفي، غنحبس باش نشوف واحد المنظر آخر. المنظر اللي غنشوفه دابا بين الزرقة والحمرة الطينية، الزرقة البحرية والسماوية والحمرة الطينية والخضرة النباتية، هذاك اللويل البنفسجي وحقو معايا. شوف سبحان الله، من أجمل النباتات والازهار، نخليكم تاملوا، ربما شحال واحد غيقول سميتها قبل ما نقولها انا. هاد النبته جميله جدا، واش عرفتوها؟ شوفوا الاوراق ديالها والعود ديالها، شوف كيفاش داير. كاين هنا جوج نباتات، هاد النبته الزهره ديالها هي في الحقيقه ماشي زهره، ازهرار، وكيبان لي خصني نهز شي وحده ونقول لكم كيفاش، وما بغيتش نقطعها ولكن هي وحده مقطوعه، شفت كيفاش دايره، هي دوز حنا بوحدها ربما غتكون اجمل. شفت العود ديالها كيفاش داير، سبحان الله، الغصن مغطي كامل، والازهار فيها الابيض، فيها البنفسجي، هذه بنفسجيه. هاد النبته سميتها ليمونيوم، وعزيزة على لي فلوغيست. اشنو هو السر ديالها؟ رجع للاخرى، اشنو هو السر ديالها؟ الا خديتي شي عريش او شي غصن ودرتيه في شي كويس بلا ما دير ليه الماء، كيبقى خضر، ومن بعد كتنقص ديك الخضوريه، ولكن الزهره كتبقى هي هي. علاش؟ لان دوك البتالات لي بيطال بحال بغيت تقول بحال بلاستيك، غولاتيفمون بلاستيفي، مصوبين بواحد الماده قاسحه ما كديزيتراطاش، ما كتفقدش الماء ديالها، وبالتالي كيبقاو دائما في نفس اللون، باستثناء الخضوريه اللي كتنقص نورمال، لان بحال في الحصاد قبل كيقرب الحصاد النبته ملي كتيبس كتبدا كتموت هذيك لا كلوروفيل يخضر وكتصفار، كتاخذ اللون ديال تبن اللون ديال الدوم يابس الى غير ذلك. ونحبس ونكملوا مع الجيولوجي وبعض الطيور هنايا. سبحان الله هذا المنظر هنايا، غنزومي هنا على دوك لي غوش. شوف الله الله الله، سبحان الله سبحان الله، واش دايرين؟ طبقات افقيه، يعني الوضع الطبيعي ديالها متآكلة بزاف. راه نهبطوا لتحت، ملي كتهرس كطيح راه كتشوف هنا كاين واحد الشاطئ اللي هو صخري، والموجة يا سلام. سبحان الله، شوف 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 شوف، أرا ندوزو للجهة الأخرى، رجعو تاني للشاطئ الصخري، شتي كيفاش داير؟ جميل جميل جدا، دوك اللوينات وداك، كاين الكيلس، كاين الحجر الرملي الخشن لو كغي، ولكن بزاف الكالكار، الكيلس، اللي فيه واحد المعدن سميتو لاكالسيت،
انا نشوفها هما كيبان من الفوق. سبحان الله. طبيعة الحال الكيلس معروف بالكهفية ديالو، ولكن الفوق كاين واحد الطبقة طينية طمية الطم لي ماغن كيتسماو. شوف سبحان الله، هذيك شادة ديك لا فورم ديالها اوريزونتال بحال صنع بحال. طبيعة الحال كاين طيور. معرفتش غيبان لينا واحد مول الفلوكه راه هو الهيه. الضبابه كاينه الضبابه ما كيبانش مزيان، ولكن كيبان. ها هو شدو هو الطيور. الله يعاونك يا ولد عمي. ها هو خدام تما مكالي تما كيصيد. اكيد ان في لو شون فيزيال يقدر يدوزو طيور. كاين واحد المجموعه من الطيور تتحلق هنايا. سبحان الله صلى معاه مع الجراف. شوف لا تيكستور كيفاش كتبان. سبحان الله والله لا انبهر بهذه المناظر. الله 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 سبحان الله سبحان الله. جميل جمال جميل جمال. واحد وليد سميتو جمال كنقولها ليه كتعجبو. مالو سميته الله يرحم فريد الاطرش. ايوا علاش غادي نختمو علاش غادي نختمو. كانوا شي طيور هنا ولكن تخلعوا مني. داك الزرزور الاسود وعنده واحد الطريقه ديال المعاوه في العلو هابط كيفاش كيهبط جميله جدا، ولكن لم تتيسر. دونك غادي نقص الزوم باش نختم على شي منظر كبير. ويا ريت هذا المنظر يكون فيه ليمونيوم. هاد النبته اللي هضرنا عليها قبيله شتوها، هاد النبته اللي البتلات ديالها بلاستيك بحال البلاستيك والموج. يا سلام ليمونيوم والموجه. ولي 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 ولي. سير العلم الحفيظ الله ارنخ. السلام عليكم.